اعتقد كمان ان هي دلوقتي مشكله بيعاني منها كل اللي عندهم اطفال، العروبه والقوميه العربيه والاتحاد، فازاي نعزز المعاني دي بين الاطفال اكتر؟ هي برضو بترجع شويه، بنرجع لقدام شويه، يعني فكره انه برضو انا الاول اعلم الولاد ان هو واصحابه في المدرسه ان انتوا كلكم زي بعض، وان انتوا اخوات، وان انتوا في حاجه بتجمعكم. هو احنا ايه اللي بيجمعنا كعرب؟ ان احنا كلنا بنتكلم مثلا اللغه العربيه، ان احنا كلنا عندنا قوميه واحده، ان احنا ففي حاجات بتجمعنا. فحلو برضو يفهموا من صغيرين في حاجات بتجمعنا، في حاجات بتخلينا مشتركه ما بيننا، مشتركه زي احنا في مصر، في مصر في حاجات بتجمعنا كمصريين بغض النظر عن ديانه وشكل ولون و و و و و ده كونسيبت برضو تمام وهم صغيرين، يبقى مهم جدا برضو. طيب خليني اسال حضرتك، الفتره العصيبه اللي احنا يعني زي ما بقول الدول العربيه كلها بتمر بفتره صعبه جدا، وعندنا حاله حزن غير طبيعيه على اشقائنا في فلسطين. الفترة دي أكيد بقى بتقعدي مع أطفال بتحكي لهم على مختلف زي ما بنقول الأعمار، أكتر حاجة الأطفال سألت عليها كانت إيه؟ أو ركزوا عليها؟ هما الولاد يعني بصي، هما الولاد الصغيرين خالص يعني بصي السؤال اللي بتسأل، هما الكبار بيعملوا كده ليه؟ يعني السؤال يعني الكبار اللي هما مين؟ إسرائيل؟ اللي هما لا احنا يعني هما مش فاهمين احنا الكبار، الناس هما بالنسبه لهم احنا كلنا كبار ومش صغيرين خالص. هما الكبار بيعملوا كده ومش فاهمين الكونسبت، يعني لان الطفل لما بيتولد ما بيبقاش عنده فرق ما بين زي ما بيقولوا عربي وعجمي وابيض واسود، بيتعامل معانا على بيتعامل مع كل الموجودين على انهم بني ادمين وخلاص. بالظبط. فما بيبقاش فاهم هما الكبار دول بيضربوا في بعض كده ليه، هما بيخبطوا في بعض ليه، هما بيقتلوا بعض ليه، هما بيظلموا بعض مش ايه، يعني الكونسبت مش فاهم. يعني مش فاهم لانه بفطرته السليمه اللي اتولد عليها كلنا زي بعض. صح. كلنا شبه بعض، هو انتوا بتعملوا في بعض كده ليه؟ فعشان افهمه بقى انه يعني برضو بنبسط، نرجع تاني نبسط انه مثلا انه في حاجه اسمها ان حد بيبقى اقوى من حد فبيحب يستخدم قوته دي، ودي حاجه مش صح. فبتدي افهم بقى انه ليه مثلا لو حد مثلا اوديله امثله، مثلا لو حد ضخم قوي وفي حد ضعيف قوي، لو الضخم ده استخدم سلطته انه يضرب الضعيف يبقى الضخم ده ايه؟ مثلا مش حد مش كويس. لكن هل هو لا بس لو استخدم القوه بتاعته انه يساعد الضعيف يبقى ده شخص ايه؟ نبتدي نبسط كل المفاهيم الكبيره جدا 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 على قد الكوجنيتيف ديفلوبمنت او المستوى العقلي اللي فيه الطفل عشان يستوعب الفكره. يعني الفكره على فكره مش كبيره، واحنا عشان احنا كبار وبنحب نحط عليهم كلام مجعلص. دي نقطه مهمه جدا ان فعلا الاطفال بقى استيعابها كبير. يعني انا ابن خالتي عنده 6 سنين، قبل اصلا الاحداث دي كلها كان عارف ان لا ان اسرائيل دي عدو، وان هي شيز ايفل، وان فلسطين دي يعني الكويسين او اللي المفروض ندافع عنهم. ففعلا هو استيعابهم بقى كبير. فانا عايز اعرف برضو ازاي نكلمهم عن ابعاد القضيه الفلسطينيه اكتر، ان دوله فلسطين دي دوله عربيه شقيقه وان هي محتله، ازاي نكلمهم اكتر عن الموضوع ده؟ زي ما حضرتك قلتي، هي فكره انه الولاد بقوا واعيين ومنفتحين. يعني انا استغربت اصلا انه بيكلمني عن الموضوع ده قبل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. صغير جدا، صغير جدا، هو مهتم قوي بالاعلام، بعلام الدول. فمن هنا بقى راح للفيديوهات، ومن هنا بقى عرف القصه كلها. بس فهي فكره ان الاطفال بقت منفتحه قوي حقيقي، يعني بقوا منفتحين جدا جدا جدا، وبقوا واعيين جدا جدا جدا. فده هيخليه المهمه بتاعتنا اسهل شويه. صح. يعني ان انا فاهمه، بس الصعوبه في انه كمان لانه منفتح فهو كمان بيتعرض لحاجات كتير. صح. مش يعني مضللة. مش احسن حاجه. فدوري بقى انا ان انا ابتدي افهمه انه فين الصح، فين ال ده بيقول ده ليه. يعني ابتدي بقى افهمه مثلا لانه في بروباجندا عاليه جدا بتتعمل من الطرف الاخر علشان تضلل. فابتدي افهمه انه مثلا في ناس ممكن تكذب وتقول الحقائق مش حقيقيه عشان مصلحتهم، وابتدي افهمه كل الحاجات دي عشان يبقى واعي برده انه في حاجه اسمها بروباجندا، انه في حاجه اسمها
انه طرف وان مش كل حاجه انت بتشوفها تصدقها او بالزبط. كمان مش كل المواقع او مش كل الحاجات اللي على السوشيال ميديا مع الانفتاح الرهيب اللي احنا بقينا فيه حقيقة. مش كل حاجه ان احنا ككبار ساعات بنضلل يعني ما بنبقاش عارفين. طيب خلينا برضو للامهات والابات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه اهم الكتب او اهم الحاجات اللي انا اجيبها لاولادي وتبقى فعلا لطيفه وحلوه وتوصل لهم المعلومه بشكل سلس وبسيط؟ بصي في كتب كتير يعني في كتب كتير بتتكلم عن قضايا الفلسطينيه، في مثلا ما المانع من دار سلوى جميل جدا، في بلد اسمها فلسطين برضو قصص جميله، في كتير. بس انا نصيحتي تاني لموضوع في موضوع الكتب ده انه للاهالي اللي هما لازم يقروا الكتب قبل ما يدوها للولاد برضو عشان يتاكدوا من المعلومات. اه وكمان حاجه تانية احب الفت النظر ليها انه مش كل الاطفال زي بعض. يعني انا مثلا لو انا عندي طفل حساس شخصيه حساسه اخلي بالي قوي الكونتنت اللي انا بقدمه، ايه الحاجه اللي انا بقدمها. هي كتب بتبقى معاها صور كمان ولا بتبقى كتب بس؟ يعني احنا طبعا بنشوف دي كتب مصوره. دي برضو من حلوه قوي، من الكتب الجميله جدا. في كتاب اسمه البيت برضو كان من الكتب الجميله يعني، بس فاكره دار كانت ايه. فمهم جدا انه مش اي كتاب ومش لاي طفل. زي برضو احنا عندنا في الحكي ما بنحكيش اي حاجه لاي اطفال، احنا بنبقى عارفين مين الاطفال سنهم ايه وظروفهم ايه وبزد عليه بحكي الحدوته. طبعا انت بتفضلي في السن الصغير القراءه ولا فيديو بيحكي عن القصه؟ انا افضل الحكي. شغلانتك. ايوه، لان في دلوقتي فيديوهات بتحكي الحدوته. أيوة. اكنها حدوته. في طبعا الفيديوهات مهمه ممتازه، بس هي تجربه الحكي تجربه انسانيه اكتر، ففضل الام تحكي لابنها. يعني افضل التجربه دي انه يبقى جنبها، لانه كمان في عنصر امان بيبقى كبير جدا لما يبقى الطفل جنبها، خصوصا واحنا بنحكي لهم حواديت يعني مفاهيم صعبه. فعنصر ان هو يبقى حاسس بامان وهو بيتحكي له المفاهيم الصعبه دي او هو بيسمع الحاجات دي، ده مهم برضو جدا. ودي برضو احب برضو الفت نظر انه الاطفال دلوقتي كمان ممكن يكونوا بيمروا بازمات نفسيه بسبب اللي بيحصل ده. طبعا فمهم برضو ان احنا ناخد بالنا ايه المحتوى اللي انا هعرضه ليه يعني. طيب بعض الدول الغربيه بتحاول تنسف القضيه الفلسطينيه، بتحاول بس مش يعني لا يمكن. لا يمكن. وعايزه اقول لحضرتك هو ده بجد ده حديث يعني، انا يمكن قبل ما نبدا انا ومي كنا عمالين بنتكلم بجد قلبنا موجوع ومقهورين على اللي بيحصل. فهم زي ما قلت هم بيحاولوا ينسفوا القضيه الفلسطينيه او ان مفيش فلسطين مع الاجيال الجديده طبعا. فانا ازاي كأم برضو ان انا لا ابتدي اوصل لابني لا دي بلد عربيه بس هي محتله، فالمفروض برضو ان انا اقعد اعمل ايه مع ولادي؟ يعني هي الفكرة في ايه؟ حاجتين. واحد ان انا اقول له زي ما انت قلتي مش كل اللي بيتقال صح، فلازم انت تفلتر اللي بيتقال وتاخد بالك، دي حاجة. والحاجة التانية ابتدي اوضح له، وكمان مهم جدا لو بقى السن الكبير ان انا اثبت له ان انا اللي بقوله ده صح. يعني مهم لانه بيسمع من الناحية التانية حاجات تانية، خصوصا الناس اللي بيحبوهم. زي مثلا جاستن بيبر، هيلي بي، الناس دي كلها مع اسرائيل. ده حقيقي. كايلي جينر، الناس اللي هم بيحبوهم. ده حقيقي. فدي كارثه لوحدها طبعا، دي مشكله كبيره جدا. دي مشكله كبيره جدا. بس هي الفكره برضو يعني هي برضو هي حرب للاسف، هي حرب بقى طبعا. بس في الحاله دي اعلاميه يعني، وحرب على اولادنا كمان. بس الحمد لله يعني انا مطمنه لان القضيه الفلسطينيه فعلا بتتورث يعني، الموضوع مش وبرضو يعني انا مؤمنه ان احنا على حق والحق بريفيلز في الاول في الاخر يعني. ودي بقى نقطه مهمه جدا، احب اولادنا يعني عشان اولادنا بتمر بازمه دلوقتي، احب برضو اطمنهم ان مهما انتوا شفتوا ان احنا دلوقتي مثلا مش حاصل ده، انه دلوقتي احنا يعني مش عارفين نوصل صوتنا قوي احنا دلوقتي، بس احنا على حق، واحنا عارفين ان احنا على حق، وان احنا يعني وان الحق بينتصر مهما طال الوقت مهما طال الوقت يعني. عشان كمان الولاد ما تتهزش لانهم بيتهزوا بيتهزوا قوي. طيب ازاي نحكي لهم عن الاطفال اللي بيستشهدوا والاطفال اللي عايشين تحت رعب الاحتلال الاسرائيلي من غير ما يخافوا يعني؟ لا انا افضل ما يعرفوا. بس اكيد ممكن يشوفوا فيديو، هم هيشوفوا فيديو برضه ماسكين الموبايل 24 ساعه، هم هيشوفوا للاسف يعني، هم طبعا هيشوفوا. بس هي الفكره انه ان احنا ان هو بس يفهم انه في ناس بتمر بالازمات دي
وانه ان ده حاصل، بس يبقى فاهم انه حاصل، بس انا مش عايزه اعيشه ده يعني، لانه هيضر يعني، لانه هيأثر سلبا جدا على نفسيه الولاد. بس كمان يبقى فاهم ان لازم يبقى واعي، مش شرط يبقى حاسس، يبقى واعي انه حاصل، انه ده بيحصل، انه في اطفال بتمر بازمات، ان في اطفال دلوقتي يعني انت مثلا حتى كنت قريت بوست قريب حد بيقول فهموا اولادكم ان انت دلوقتي كويس وبتروح المدرسه، في اولاد ما عندهمش مدرسه وما عندهمش كهرباء وما عندهمش، بس يفهموا انه في ناس بتمر بازمات حقيقيه، وانه الولاد دول فعلا ولاد زيك بالظبط في سنك وكده، وبيحصل لهم الازمات دي دلوقتي، بس يبقى واعي يعني. يعني انا والله انا كنت مبسوطه بوجود حضرتك جدا معانا، وان انا شخصيا استفدت، واتمنى ان كل ام وكل اب يقعدوا لو يعني اي وقت فاضي تلاقوه يقعدوا تكلموا مع اولادكم. حاجه اخيره، انا كمان كنت سعيده بيها جدا الفتره اللي فاتت لما شبابنا واولادنا واخواتنا نزلوا عند معبر رفح ونزلوا في عند المنصه، عندهم بقى عندهم بجد وعي كبير جدا جدا جدا، فأنا فخورة بأبناء بلدي وبشباب وأولاد وصغيرين وكل حاجة بجد بنشوفها كلها دلوقتي، حاجة فعلا حاجة تفرح. مرسي جدا وشكرا لحضرتك أستاذة حنان، حقيقي نورتينا. الله يكرمك. سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، يا رب تكونوا استفدتوا منها.